لمناقشة تطورات الحرب في أوكرانيا والدعم الغربي لكييف مقابل تصعيد العمليات العسكرية من قبل موسكو، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الخبير العسكري العميد الدكتور عبد الله الأسعد. سيادة العميد، مرحبا بكم. هناك تردد من قبل ألمانيا وهناك إلحاح غربي على تسليم الدبابات إلى أوكرانيا. سيادة العميد، ما أسباب هذا التردد؟ يعني بالاجتماع الذي جرى في القاعدة الألمانية رامشتاين، في الواقع كان هناك جدل كبير، ويعني أعتقد أن ألمانيا تربط الموضوع بإعطاء أمريكا دبابات أبرامز لأوكرانيا. في الواقع هذا الجدل يعني لن يستمر طويلا، لأن القوات أو الأطقم تتدرب الآن في قواعد ببولندا وهولندا وألمانيا، طواقم أوكرانية تتدرب على هذه الدبابات وعلى دبابات طبعا ألمانية ليوبارد 2 وتشالنجر وبعض الدبابات الأخرى أيضا الألمانية ميكس 2. كل هذه الدبابات طبعا يعني على ما يبدو هناك قرار ليس من أجل يعني منع تزويد الدبابات، لكن من أجل إيصال هذه الدبابات سالمة إلى أراضي أوكرانيا وإلى جبهات القتال، لأن في الواقع الآن حتى إذا تم تسليم دبابات للأوكران يعني بدون تغطية جوية وبدون وصول بطاريات باتريوت و يعني تشغيل او تفعيل طائرات الاوكس للسطح الراداري ستكون يعني دبابات عرضة للتدمير. لكن الان نتيجة يعني المعارك المحتدمة والضارية في جبهات سواء في سوليدار او في زابوروجيا، طبعا يعني الشيء الموجود او الوساطة القتالية المتواجدة بين يدي الاوكران هي الآن يعني قادرة على يعني سد الهجمات، والروسي الآن يعني في كثير من الجبهات طبعا متعثر وليس ناجح نجاح يعني نجاح باهر. الآن يعني في المنطقة الشرقية في زابوروجيا في ثلاث محاور أوكرانيا تحافظ على خطوطها الدفاعية، على الرغم من أن يعني بالأمس حاول أن يخترق الروسي باتجاه تلك المناطق لكنه فشل وتراجع. الآن إذا ما تم يعني الموافقة على هذه الدبابات، وأتوقع أنه سيتم يعني إعطاء الدبابات من كل الدول، من هولندا وبولندا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا، ستكون هذه القوات يعني الضاربة من الدبابات سيكون لها تأثير كبير على تغيير الموقف على الأرض. هناك طبعا ستتشكل قواعد نارية، والكل يعرف بأن يعني مدفعية الدبابات أو مدافع الدبابات عندما تتضافر جهودها وتتدرب يعني الطواقم يحصلون استغلال هذه المدافع بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى يعني حمايتها من الضربات عن طريق الدفاع الجوي والمدفعية و السطع. كل هذه المواضيع يجب أن تتوفر من أجل تسليم هذه الدبابات. سيادة العميد، هناك رأيان، يقول الرأي الأول إن مشاركة الدبابات الألمانية التي تطلبها أوكرانيا من الغرب، الرأي الأول يقول هي من أجل معادلة الحرب لصالحها، الرأي الثاني يقول لا، إنها تساعدها على الصمود. أي الرأيين أصوب سيادة العميد؟ يعني في الواقع الرأي الأول أنه تساعدها على يعني صمودها. في الواقع لا شك استمرارية الدعم القتالي طيلة أيام المعارك هذا له شأن كبير جدا، لأن يعني طبعا أعضاء حلف الناتو التزموا بهذا الموضوع يعني من أجل استمرارية المعارك. وبالنسبة لتوازن القوى بين الطرفين طبعا يعني في يعني كثير من الاحيان تجد ان مثلا يعني الاسلحه الموجوده لدى الاوكران يعني لا يستطيعون ان يفعلوا بها او يؤثروا مثلا على الداخل الروسي كما تؤثر روسيا على المدن الاوكرانيه التي دمرت معظمها تدمير كامل يعني ولم تبقى هناك بنى تحتيه نهائيا على يعني في تلك المدن. فالموضوع موضوع الصمود طبعا هذا يعني هو يعني في جزئيته الوسط نقول انه حقيقي، لكن موضوع الدبابات سيعيد الوضع الى موضوع هجومي لدى اوكرانيا.
من اسطنبول الخبير العسكري العميد الدكتور عبد الله الأسعد، شكرا جزيلا لكم.